فين المبطرخ ده؟ تعالى لي انت يا معلم، تعالى لي. المشكله ده مش هيعدي من الباب، عايز يتفتح له المزرعه كلها، بتهد بقى المزرعه كلها عشان يعدي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشني جدا، واهلا بكم في حلقه جديده من محاكي المزارع. قبل ما نبدا عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل الفيديو ده يا جدعان لاكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا الان. ورجعنا تاني للمزرعه بتاعتنا، وجت لي فكره كده ان احنا نعمل حديقه حيوانات عندنا هنا في المزرعه. تقول لي ازاي ابو ريان هنعمل الحوار ده؟ اقول لك يلا بينا على طول نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا اخترت المكان هيكون جنب الحظيره بتاعت سعديه وتفيده، يعني في المنطقه دي بالظبط. طبعا نظفت المنطقه من الشجر اللي موجود فيها، وجمعت كل فروع الشجر هنا في المكان ده على اساس ان احنا لو احتاجناه نقدر نحطهم على المنشار كالعاده. ما نسيتش اهم حاجه ان انا اجيب شويه خشب عشان ما نروحش ونيجي كذا مره، فالموضوع ده اكيد هيسهل علينا حاجات كتير. فخلونا على طول نبتدي نعمل الحديقه بتاعتنا. طبعا المفروض ان حديقه الحيوان بيكون فيها فيل، اسد، سيد قشطه، زرافه، الحاجات دي طبعا مش موجوده عندنا هنا. احنا نعمل حديقه بالحيوانات اللي موجوده عندنا، زي الجاموسه، البقره، المعزه، الفراخ، وطبعا عندنا في ثعلب وفي دب. لو قدرنا نصطادهم او قدرنا نجيبهم عندنا هنا في الحديقه يبقى كويس. يعني المهم نبني الحديقه الاول، وبعد كده نشوف القصه دي في الاخر خالص. طيب اول حاجه انا عايز ابتدي بقعده الحديقه. طبعا في لاج بسبب الفراخ، كميه الفراخ بقت مش طبيعيه هنا، مع ان انا بعيد عنها خالص، وقلت ان انا هبنيها في منطقه بعيد جدا عشان اللاج، وبرده في لاج. طيب هنكمل بقى على الوضع ده، مفيش مشكله. عايزين نحط قعده الحديقه الاول. طبعا عشان تفهموا الفكره اللي في دماغي، احنا هنعمل بلوكات جنب بعضها وهيكون فيها ممرات، بحيث ان لو حد مثلا حب يتفرج على اي حيوان يقدر يتحرك براحته في الحديقه بتاعتنا. نخليها مثلا كده ونحط ده جنبه الاول، بس نشوف هي كده مظبوطه ولا لا. اتوقع ان كده لا، مش مظبوطه برضه. لا ثواني، معلش يا جدعان ثواني، عايزين نظبطها على قد ما نقدر، عشان طبعا الحاجات اللي انا ببنيها هنا ما بقدرش احركها تاني، خلاص هي مره واحده وانتهت. يعني اتوقع كده هتبقى 100 100. دلوقتي انا عديت طبعا الحيوانات اللي عندي كلها في المزرعه، لقيت ان عددهم 8، فاحنا هنعمل 8 بلوكات جنب بعض. البلوك الواحد هيكون فيه 4 فاونديشن من ده، نقدر نحط واحد هنا كمان، نقدر نحط واحد هنا كده. معانا كام دي؟ 1 2 3 4 5 6. حلو قوي، احنا كده هنشيل 2 من النص، هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. طب نكمل بقى للاخر، نكمل الجنب ده الاول، ونكمل دي كمان، ونكمل دي ودي ودي ودي، ونكمل كل ده. اتوقع ان انتوا فهمتوا الشكل هيكون عامل ازاي في الاخر يعني. بس انا ببني القواعد ديت عشان يكون البلوكات شكلهم حلو جنب بعض بالظبط، مش عايز يكون شكلهم عشوائي يعني. فاضل معانا اخر 2، هما مش اخر 2، احنا هنشوف دلوقتي اذا كنا نحتاج نحط اكتر من كده ولا لا. طيب دلوقتي حطينا القعده اللي احنا محتاجينها، المفروض ان احنا هنشيل الاثنين اللي في النص دول عشان المكان والممر يكون واسع كده. لو حبينا ندخل عربيه مثلا، حبينا ندخل حيوان هنا في المنطقه دي، نبتدي من هناك برضو. عايزين نشيل الاثنين دول، اتوقع الفكره وصلت دلوقتي يا جدعان صح؟ شكلها هيكون جامد على فكره في الاخر. طيب هنشيل دي كمان ونشيل دي كمان، هنشيل دي ونشيل دي، كده هنحتاج كمان بلوكين. ماشي نزود مفيش مشكله، واحد هنا وواحد هنا. المفروض ان انا هزود حوالي مثلا 6، وهشيل الاثنين اللي في النص دي، 1 2 3 4 5 6. وهنشيل بقى دلوقتي الاثنين اللي في النص دول، كده اتوقع شكلها هيكون جامد جدا صح؟ كلهم كده مرتبين مظبوطين، شكلهم حلو جدا. ماشي خلونا بقى دلوقتي نحط السور بتاعهم. السور بتاعهم هيكون اللي هو القصير، اقصر حاجه خالص، اللي هي انهي واحده دي. ماشي هنحط واحده هنا، تمام، واحده هنا، واحده هنا، وواحده هنا، وواحده هنا، وكمان واحده هنا. ادي واحده وادي الثانيه، 3 4 5 6. كل واحدة بتشيل 6، حط هنا وهنا وهنا وهنا. دي اتحطت؟ لا لسه، حطها هنا. تمام تمام، حط دي هنا كده، ونحط دي هنا وهنا وهنا. كده خلاص خلصناهم كلهم. طيب دلوقتي عايزين نحط بقى سلالم. انا مش عارف لو احنا مثلا جينا شدينا سعدية وحبينا ندخلها هنا، هل هتطلع على السلم؟ مفيش حل قدامنا تاني غير كده. وطبعا انا بنيتهم عاليين شويه عشان لاحظت ان في حته عاليه في الارض هنا، ده هينفع. طيب هنحط واحد هنا كده، والمقابل بتاعه على طول واحد تاني في الاتجاه التاني، يعني واحد هنا وواحد هنا، وهكذا بقى، واحد كده وواحد كده وواحد هنا كده وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. فاضل معانا حاجه اخيره، هنقفل الجنب ده اللي ما فيهوش سلم، ونقفل كمان الجنب ده، ونقفل كمان الجنب ده، ونقفل الجنب ده، ونقفل الجنب ده، ونقفل الجنب ده. اتوقع كده الفكره وضحت يا جدعان صح؟ شكلها هيبقى جامد في الاخر. طيب دلوقتي بقى هنجيب المقطوره بتاعتنا ونملى كل الحاجات دي خشب،
ونشوف شكلها في الاخر بعد ما تحط فيها الخشب عامل ازاي. تقريبا كده اللاج ده بسبب الخشب، لان كان حد قال لي كده في الكومنتات من زمان جدا يعني. طيب عايزين بقى نحرك دي في النص بالظبط في الممر اللي احنا عملناه. هنمشي بقى في النص كده نوصل لاول واحده خالص ونرجع واحده واحده عشان نحط الخشب بتاعنا كده. اظن الموضوع هيبقى اسهل كتير بدل ما نتعب نفسنا يعني. طيب نزلي بقى الخشب ده بعد اذنك. هنعمل السلم ده ونعمل بقى القواعد دي كلها. حط خشب هنا وخشب هنا وخشب هنا وهنا وهنا وهنا، وهات لي كمان خشب هنا وهنا. تمام خلصنا اول واحده. شفت السهوله يا جدعان؟ سهله جدا. طيب هناخد خشب نحطه هنا وخشب هنا، وهات لي خشب هنا وخشب هنا. هي دي بتاخد كام اصلا؟ دي بتاخد اتنين بس، بسيطه. خلصت، شكرا. خلونا نرجع بقى بالعربيه، يا رب بس اللاج ده يخف، ويا رب كمان الخشب يكفي. يعني انا مش عارف اذا كان الخشب ده يكفي ولا لا. وفي العربيه دي مالها خربانه ليه كده؟ لما بتتشبك فيها المقطوره بتبقى سواقتها صعبه جدا على فكره. ايوه هنكسر بقى الخشب دلوقتي اللي احنا بنعمله. ثواني كده، هنا ببعد ليه اصلا؟ المفروض هنحط دي في النص كده مثلا. خلونا بقى نحط خشب في السلم اول حاجه عشان نعرف نطلع. ايه ده، هو انا مش قادر اشيل الخشب ليه؟ نظبط السلم ده، وبعد كده القواعد بتاع البلوك كده. هو المفروض ده هيكون بيت صغير كده او حظيره صغيره للحيوانات اللي احنا هنحطها يعني. وهنا وهنا دي كمان خلصت. خلونا نشوف السلم اللي هنا، هات لي هنا وهنا. تمام. يا الله على اللاج، يا الله. طبعا انا مش هاكل الفراخ تاني لغايه لما تموت خالص يا جدعان. في كميه بيض هناك مش طبيعيه. الحظيره اللي هناك دي عامله لي مشكله وازمه هنا والله. انا هلغي بقى المشروع بتاع الفراخ ده خالص يعني بسبب اللاج ده. ماشي نرجع واحده واحده كده. العربيه دي مش مظبوطه. لا ثواني ثواني، ايوه استنى بقى كده. ايوه كده اتوقع. تمام ماشي مش مهم، نقف هنا عادي. بعد كده ناخد الخشب ونحط هنا برضه ونحط في القعده. لا ثواني، في حاجه دي قفلتها غلط. ماشي نحط واحده الاتجاه التاني، ونحط بقى خشب هنا وخشب هنا. يا نهار خشب يا نهار خشب. ودي كمان الحمد لله معانا خلصت. خلونا نخش على اللي قصادها. اقدر انط من هنا عادي صح؟ ماشي نحط هنا. هات لي بقى الخشب نملى كل الكلام ده. فاضل معانا الحمد لله اخر اتنين. الموضوع كان بسيط وسهل جدا. تخيلوا بقى ان انا لسه كنت هرجع المصنع وراح اجيب خشب وانقل خشب وارجع، حوار برضه. واخر واحده معانا يا جدعان، واخيرا خلصنا الحمد لله. دلوقتي بقى عايزين نعمل الباب بتاع الحظيره الصغيره اللي احنا عملناها دي. هنبتدي بقى باول واحده هنا. المفروض ان انا عندي طريقتين لبواب، ممكن احط دي كده مثلا، احط البوابه اللي هي الكبيره دي. مش عارف هتبقى شكلها حلو ولا لا، اظن هيكون شكلها رخم الصراحه، لان نشيلها بقى ملهاش لازمه. هنشتغل بقى بالطريقه الثانيه وهي الاصعب، اللي هو الباب بتاع الحظيره. يا رب بس ينفع، ان شاء الله ينفع. اتوقع كده مظبوطه. الله كده مظبوطه 100%. طبعا دي هتحتاج خشب برضه. طب نعمل اللي قصادها، المفروض ان احنا نعملهم كلهم بنفس الباب ده. كده مظبوطه، اتوقع مظبوطه 100%. نخش على اللي بعد كده. كده مظبوطه 100%. نخش على اللي بعد كده. اتوقع كده تمام. اه مظبوطه 100%. نخش على اللي بعد كده. اصعب حاجه عملتها لحد دلوقتي يعني، احنا بنينا الحظيره بسهوله جدا. الصعب بقى كله في الباب اللي بيتحط ده، لان الباب مش مظبوط مع الخشب. طبعا بفكر اعمل حاجه معانا كمان دلوقتي، هتشوفوها ان شاء الله يعني، هتبقى فكره جامده جدا وشكلها هيكون حلو في الاخر برضه. دلوقتي فاضل معانا بس ان احنا نحط لهم الخشب، ويبقى كده خلصنا يا جدعان البلوكات اللي انا قلت لكم عليها في الاول يعني. زي ما انتم شايفين الشكل في الاخر بصراحه جامد، شكل مترتب كده جنب بعضه، مدي منظر حلو. نحط بقى الخشب في الابواب دي كده. خلاص يا جدعان الحمد لله ربنا كرمنا واخيرا كملنا الخشب ده كله. خلونا بقى نتحرك بالمقطوره دي من هنا. طبعا اكيد مش عارف اطلع بيها من هنا للاسف يعني، ولا ناخدها تحدي بقى ونطلع. انا هطلع من هنا بالمقطوره دي ان شاء الله. بالله مش عايز مفاجآت. العربيه اتحشرت. الله ما كانتش بتتحرك ليه في الاول؟ طيب نرجع بقى واحده واحده. ايوه 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 طلعت طلعت. قول ان انا طلعت طلعت والله. ماشي هنحط مثلا المقطوره دي هنا. اوف على اللاج يا جدعان، هي تفيده خلفت كتير ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ بصوا يا جدعان ما شاء الله الحظيره بتاعت تفيده وعزه وفرج بقت مليانه والله العظيم ما شاء الله. في بيبي لسه هنا صغيره. طيب خلونا نكمل المشروع بتاعنا. دلوقتي عايزين نعمل بقى زي مثلا مكان الناس تطلع من عليه تتفرج على الحديقه ديت يعني، او زي كوبري كده او حاجه يعني. هنبتدي نعمله من هنا كده، او ممكن الاتجاه التاني هنا مثلا كده. فانا مش عارف نختار انهي حته. اتوقع ان انا اعمله هنا في الحته دي، لان الجنب التاني اصلا في زي تله كده عاليه شويه. تعالوا كده اما نبص من فوق يا جدعان على الحاجه اللي احنا عملناها. حاسس ان انا عملت انجاز والله العظيم، شكلها جامد والله العظيم. مظبوطه يا جدعان، ايه ده مهندس يا جدعان، ايه الحلاوه دي؟ فعلا مفيش نجار يعرف يعمل الحوار اللي انا عملته ده، مع احترامي طبعا لكل النجارين يعني ما شاء الله.
بصوا يا جدعان مظبوطه بالملي. طيب دلوقتي بقى عايزين نعمل مكان نقدر نطلع عليه، فاتوقع ان احنا نعمله في الاتجاه ده. هنبني فاونديشن اول حاجه جنب دي برضو على طول كده مثلا، واحده هنا كده، هنشيل بقى دي برضو عشان تبقى في نفس المستوى بتاع البلوكات اللي انا عملتها ديت يعني. طيب دلوقتي هنحط سلم، مش عارف الموضوع ده هينفع ولا لا الصراحه، هنجرب مع بعض. نحط مثلا السلم ده. طيب المطلع هيكون منين؟ المطلع هيكون من جوه. هتنفع، اقدر اطلع من هنا كده وبعد كده اطلع. تنفع والله تنفع. ثواني كده نشوف السلم التاني برضو، نشوفه هينفع من الاتجاه اللي بره ولا لا. لا متهيألي ده مش هينفع. اقدر اطلع برضو من هنا؟ لا بس مش هينفع. ممكن اطلع من هنا، ماشي ده حلو ده جدا فكرة. طيب دلوقتي بقى عايزين نحط اللي هي دي الفريم، هنحطه مثلا هنا كده، وبعد كده هنحط السقف اللي هو اتوقع ده. لا دي اللي هي الارضية. ثواني كده تنفع؟ والله العظيم هتنفع. الله الله، ايوه بقى. ايه ده اخرها اتنين بس؟ طيب مفيش مشكلة عادي، شكلها جامد على فكرة. ممكن نحط فاونديشن كمان؟ مش هينفع فاونديشن هنا كمان؟ لا والله هتزعلني. دلوقتي الفاونديشن ما بيتحطش هنا بسبب ان الارض عالية يعني. طيب احنا ممكن نعلى بالفاونديشن سنة بسيطة، مش هتأثر معانا في حاجة. حط واحدة هنا، اظن كده هتنفع بقى. الله ينور الله ينور، لسه في معانا كمان ورا. حط دي كمان هنا كده مظبوطة 100%. الله لا برافو والله العظيم. عايزين بقى نحط السلم اللي احنا كنا حاطينه في الاول اللي هو انهو ده، يبقى الطلعة من هنا من المكان ده. نحط بقى الفريم في النص جوه هنا كده، هينفع؟ اكيد هينفع طبعا. ونقدر دلوقتي على طول نعمل السقف اللي هو ده، نقدر نحط كام واحدة؟ اخرنا اتنين بس. بس ممكن اعمل حركة لذيذة عشان نكمل المكان ده، ممكن نحط دي هنا بس كده. يبقى احنا هنحتاج ما بين كل اتنين واحدة من دي، يبقى نحط واحدة هنا وواحد اتنين ونحط واحدة هنا، واحد اتنين ونحط واحدة هنا، واحد اتنين. لا دي الاخيرة دي خلاص مش عايز. شلت الارضية كده خلاص. اتوقع حطينا الاساسات وظبطناها مع بعض 100%. خلينا بقى دلوقتي نحط كمان السلم، يبقى الطلعة من هنا. دلوقتي بقى يا باشا لما تحب تطلع تتفرج على الحيوانات اللي احنا هنحطها، تطلع من هنا تتفرج من فوق، هيبقى المنظر جامد عشان بعد كده ممكن نحط حيوانات مفترسة يعني. طيب هناخد بقى المقطوره بتاعتنا ونروح نملى كل الحاجات اللي هناك دي خشب. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. انا همشي بوش العربيه احسن لي بدل ما ارجع. بصوا يا جدعان والله العظيم شكله جامد. ايه ده احنا عملنا استاد، احنا عملنا استاد يا جدعان والله. ايه ده، نحط بقى القعده اول حاجه. يا رب الخشب ده يكفي بس يا رب. ماشي خلصنا ديت وخلصنا دي ودي. اوه تحط يا باشا الخشب. مش نافع لما لازم اعمل دي الاول. طب نعمل اللي تحت الاول. اليوم العالمي للخشب النهارده. طيب نحط خشب هنا وهنا، نحرك بقى العربيه سنه عشان نقدر نحط خشب. ثواني بس نملى اللي هنا ديت، ونملى كمان اللي هنا دي، ونملى كمان اللي هنا دي، وهات لي دي كمان بالمره. لا اللي تحت بقى الاولى. احنا ممكن كنا نعليها اكتر من كده يا جدعان على فكره، كده شكلها حلو جدا، مش عايزين نعلى قوي برضو يعني. كده اتوقع امورنا زي الفل. تعالوا بقى نطلع كده ونبص على المكان من فوق. اوه جامد والله العظيم جامد قوي. هي بصراحه ما كانتش محتاجه تعلى اكتر من كده، هي عاليه كفايه ما شاء الله يعني. دلوقتي ممكن نقفل كمان المكان ده عشان ما حدش يقع يعني، بس مش مهم يعني، مش مهم عادي، انا كده كده ما بقعش يا باشا. نعمل الحديقه دي لنفسي عشان لما احب اطلع كده فوق اشرب لي كوبايه شاي واقعد اتفرج على الحيوانات بتاعتي يعني. جينا على خطوه الدهان، ممكن ندهن الحاجات ديت او ممكن نسيبها زي ما هي. وفي حاجه مهمه جدا عايز اعملها برضو، بما اني معايا خشب، في يافطه صغيره بنكتب عليها الاسامي، دي حاجه مهمه جدا عشان تبقى داخل الحديقة كده عارف انت واقف قدام مين يعني. طيب هنحط واحدة هنا، ماشي، وواحدة هنا كده. دي بتحتاج قد ايه بقى؟ خمس بلانكات. طيب محتاجين برضو العربية بتاعتنا والخشب. نرجع بقى واحدة واحدة كده. ايوه اظبط نفسك يا ابو حميد. رجعت؟ لا شجرة وقفت في نص الطريق. طب وبعدين بقى؟ ثواني كده نشيل الشجرة ديت. انا شلت كل الشجر اللي موجودة هنا، ودي الوحيدة يعني الغلبانة اللي واقفة. شيلها يا باشا شيلها، ملهاش لازمة بدل ما هي موقفة لنا الطريق كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع بقى ونحط كمان الخشب اللي باقي معانا. طبعا الدنيا هتبوظ معايا بسبب الرجوعة دي. ننزل بقى الخشب، هات لي دي هنعملها، ودي كمان خلصناها، ودي كمان خلصت. لا انا عايز شويه خشب بقى معايا جوه كده. ندخل يا جدعان العربيه جوه بدل التعب، اكيد هيبقى اسهل لنا كتير يعني. يا رب بس اعرف ارجع بالعربيه يعني. ايوه رجعت بالعربيه اهوت، نقدر نخش بقى دلوقتي. لا عايزين نرجع سنه كمان، سنه كمان. ارجع يا ابو حميد، لف بقى يا باشا، لف 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 لف. ايوه
اكيد الماتوره دي هتعمل مشكله دلوقتي. انا خايف البتاعه دي تتحشر جوه والله. يلا يا باشا نزل الخشب بتاعك، حط اليافطه ونعمل دي كمان ودي كمان. طلع بقى المقطوره من هنا خالص، اكيد مش هنحتاجها. ايوه كده طلعناها اهوت الحمد لله. دلوقتي بقى جينا لمرحله الالوان. مش مهم بقى العربيه بتاعتنا اتدغدغت عادي، كان معانا هنا شويه الوان كتير جدا. احنا ممكن ناخد الابيض والاحمر. ثواني كده نشوف بقى اللي باقي معانا هنا 15. الحاجات دي كلها عايزه تدهن، بس طبعا الدهان ممكن ياخد معانا وقت كبير برضو. ثواني كده انا دهنت الباب لون ابيض. المفروض ان انا ادهن الارضيه كلها ابيض واللي فوق مثلا باللون الاحمر زي ما احنا متعودين يعني. لا سيب السلم، السلم مش عايزينه باللون الابيض. هات لي ديت ودي يا رب بس تكفي. مش عايز اروح اجيب حاجه بقى من المصنع بقى، كفايه الحاجات اللي انا اشتريتها من عند الراجل، حاجات كتير جدا ما شاء الله يعني. الابيض هات لي الابيض، دي فيها كام واحده؟ فيها 18 من 20. طيب وعايزين معانا الاحمر او الاصفر او الاخضر. الاحمر، الاحمر معانا كتير جدا برضه، يعني هنخليها باللون الاحمر برضه زي ما احنا متعودين. شكل الاحمر في ابيض جامد جدا. ممكن اقتراحات الالوان دي تكتبوها لي تحت في الكومنتات يعني لو حبينا نغير اللون بعد كده. طيب كده ماشي تمام. هات لي دي وهات لي دي. وانا بنط ليه؟ ما هي ما بتعمل ايه؟ انا لازم انط، لازم اعمل حركات بهلوانيه يعني. كده خلاص خلصنا الاواعد كلها، اخيرا لقينا فايده للحاجات اللي مرميه على الارض دي. وما تقوليش انت ما شلتهاش ليه؟ على فكره انا لقيت حاجات كتير جدا يعني. انا سايبهم هنا اكيد بحتاجهم زي ما انتم شايفين يعني، في اي وقت ممكن نحتاجهم. طيب نجرب كده الاحمر، هو يعني فرق ايه يعني؟ ما هو اللون الاحمر جنبنا اهو، الباب باللون الاحمر، السلم ابيض. مش عارف، المفروض كمان لسه هندهن جوه بالاحمر. ما كده الاحمر اللي معانا ده مش هيكفي. انا ادهن من بره بس دلوقتي، وبعد كده اللي جوه ده نبقى نعمله في اي وقت. مفيش واحده حمراء بقى كمان تقريبا. كده هنروح نشتري يعني، دي فيها كام؟ اتنين ودي فيها ستة، مش هتكفي. تعالوا كده نستخدم اللون الاصفر. بصوا احنا هنشكل، ممكن نشكل نخلي النص الاولاني احمر، بس انا عملت الاحمر هنا كله، وبعدين في احمر ما كملتوش هنا. طب ثواني كده بقى نخلي نصها احمر ونصها اصفر. ايه رايكم في الفكره دي؟ انا بستخدم الحاجات اللي معانا بدل ما نروح نشتري يعني. طيب للاسف يا جدعان الالوان ما كملتش كمان يعني، فانا بصراحه عايز استنى، او ممكن اخد العربيه بتاعتي واروح اجيب الدهانات بسرعه وارجع انام واصحى الصبح عشان ما عدتش شايف حاجه الصراحه. طب يا جدعان الحمد لله جبت الدهانات كلها، وقررت ان انا اخليها كلها باللون الاحمر. بصراحه اللون الاحمر جامد جدا. ندهن دي وندهن دي كمان، المفروض ان احنا ندهن جوه كمان يعني. ف ندهن اللي جوه، ندهن السلم. لا ثواني نفتح بس الباب الاول وندهن دي ودي 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 ودي. حلو، انا جبت حوالي خمسة ولا ستة. ستة يا رب بس يكفوا ان شاء الله يعني. هناخد بقى الدهانات دي كلها جوه ونبتدي ندهن واحدة واحدة. كده كده هنفتح الباب عشان هندخل الحيوانات بتاعتنا دلوقتي يعني. واخيرا الحمد لله خلصت كل الدهانات، فاضل حاجه واحده بس نسيتها للاسف خالص، الطاولات بتاعت الاكل. امال الحيوانات اللي احنا هنحطها هنا هتاكل منين يعني؟ هتاكل خشب مثلا؟ فهنحتاج دلوقتي نعمل طاولات للاكل، فهنحط مثلا طاوله اكل هنا وجنبها على طول طاوله الميه، وطبعا لسه كمان هنملاهم خشب، ولسه عايزين نعمل كمان جهازين بتوع الاكل والميه الاوتوماتيك. بصوا يا جدعان انا ممكن اسيب موضوع الاكل ده دلوقتي، نبقى نكمله بعدين. المهم دلوقتي عايزين ننقل كل الحيوانات اللي نقدر عليها هنا. في حته لونها احمر نسيتها برضو، انا كنت سايب لون ابيض هنا دلوقتي. هنا اهوت، انا كده ناخده وندهن الحته ديت. ماشي، طبعا الدنيا بتشتي اساسي طبعا، خلونا نوطي الصوت شويه. ودلوقتي خلونا على طول نبتدي ننقل الحيوانات. اساسي معانا طبعا تفيده وسعديه، يا رب بس اعرف اطلعهم من هنا. سعديه كده كده سهله تطلع من هنا، مفيش مشكله يعني. تعالي يلا سعديه، اخيرا هتخرجي من مكانك. تعالي تعالي يلا تعالي تعالي يلا. يلا فصح سعديه ديت يا جدعان رفيقه النجاح معايا من الاول، فالحمد لله لغايه دلوقتي ما ماتتش. طبعا انتوا ممكن تقولوا لي انت ممكن تجيب منها 500,000 واحده، بس دي معايا حرفيا من اول حلقه بدات فيها السلسله دي. تعالي يلا تعالي بس يا سعديه يلا. المفروض ان احنا عايزين نحط سعديه وتفيده قدام خالص يعني، يا رب بس تعرف تطلع على السلم ده يا رب ان شاء الله. ايه وصلنا لفين؟ تعالي يلا سعديه، وصلنا لاول واحده هندخلها هنا. لا ثواني كده نحطها هنا اليمين. تعالي يلا خشي، هتخش هتخش عادي. المكان واسع. يلا نورت فيديك الجديده سعديه. دلوقتي عايزين ناخد تفيده، ومعانا كمان رشيده. رشيده لوحدها يا عيني في الحظيره، ما عبرتهاش من يوميها والله، المفروض ان انا كنت اجيب لها بكار بس طبعا نسيت خالص يعني. تفيده بقى هنعرف نطلعها من هنا، هي دي الازمه بقى معانا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله.
كترة ده في بقرة محشورة هنا. ده خلفوها في الخشب. ده مين البقرة الهبلة اللي عملت الحركة دي؟ أكيد عزة اللي عملت الحوار ده. طيب عزة فين؟ أو تفيدة، هات لي تفيدة. بص التفيدة يا جدعان ما شاء الله، ده حامل كمان، مش هينفع ناخدها على فكرة، ولا ناخدها هي والبيبي بتاعها؟ مفيش مشكلة، تعالوا ناخدها زي ما هي كده. يلا تفيدة، يلا بينا عندنا رحلة بسيطة كده، يلا عشان الزوار بقى يتفرجوا على الحاجة اللي عندنا، يتفرجوا على الإنتاج بتاعنا، ونعرف نعديها بسرعة. تعالي تعالي يلا تعالي. طلعت اهي الحمد لله. تعالي يلا تفيدة. تفيدة مبطرخة يا جدعان، مش قادرة تتحرك. لا بقول لك ايه، ما تروحيش في حتة بقى، ده انا بنيلك بيت جديد خالص اهو، بعيد بقى عن الوش بتاع الحظيره اللي هناك دي. يلا تعالي خش هنا، يلا هتعدي من هنا ولا تخينه؟ لا تعدي والله. تعالي يلا. فاضل معانا مين تاني؟ رشيده هنروح نجيبها من الحظيره، هي كده كده قاعده لوحدها، وعايزين كمان خنزير. طيب ناخد بس الاول رشيده، ادي لها اسم. اتوقع ان انا كان معايا تاجات هنا، فين بقى هي دي؟ ايوه التاجات اهي، تعالوا نسميها رشيده. ماشي ممكن ندخلها هنا، نقفل بقى عليها، وبعد كده احنا نطلع بره. فاضل معانا كمان خنزير، وفاضل معانا فستق وبندق ولوز، ممكن نحطهم التلاتة مع بعض في مكان واحد عشان الزوار طبعا تيجي تتفرج عليهم. تعالوا بس الاول ناخد خنزير من اللي موجودين هنا. انا كنت سايبهم خمسة بس على فكرة، ثواني كده نطمن على الاكل والشرب عندهم برضه. الاكل خلصان على فكرة، نحط اكل عشان برضه ما يموتوش، لان كل ده هنبقى ناخده في حلقه نبيعه. هات لي التخين المبطرخ ده. تعالى لي انت يا معلم، تعالى لي. المشكله ده مش هيعدي من الباب، ده عايز يتفتح له المزرعه كلها، تتهد بقى المزرعه كلها عشان يعدي. بص اللي هيطلع بقى اقتله. معلش هو انت اللي عايز تطلع؟ ماشي ماشي، لو انت اللي عايز تطلع تعالى مفيش مشكله. يلا بينا. طب عديني. طيب يا ابني بقيت البتاع هتطلع يا ابني. يلا يلا اقفل اقفل التاني بسرعه. يلا بسرعه بقى، وانت بقيت شبه العجل كده. تعالى دي واحده. الله ده احنا خدنا الحامل. حط الخنزيره دي قصاد رشيده على طول هنا، يعني هتعدي. لازم نفتح لها الباب على الاخر. تعالي عدي يلا يلا خش. بس دي جعانه ولا لا؟ ثواني كده نطمن عليها برضه. اتوقع ان هي جعانه على فكره، مش كده مش هتلاقي اكل جوه، عطشانه بس. طب نحط لهم الاكل بعدين. فاضل معانا دلوقتي بندق وفستق ولوز. فاضل معانا حيوانات ايه تاني يا جدعان؟ واحنا بنينا الثمانيه دول لايه اصلا؟ كده حطينا اربع حيوانات في البلوكات دي. فاضل معانا بندق وفستق ولوز، ناخدهم برضو معانا على العربيه. تعالوا بقى موريكوا الحظيره بتاعت الفراخ بقت عامله ازاي، بقت زباله والله العظيم. طبعا انا مش مهتم بيها خالص يعني. بصوا بقى هنا بقى هيحصل لاج، اللعبه مش هتتحرك خالص. بصوا المنظر عامل ازاي هنا، يا رب يكونوا ماتوا بقى بصراحه. اغلبيتهم ماتوا، انا عايزهم يموتوا بصراحه. طيب بندق ايه ده؟ ده ما فيش حد عايش خالص، ما فيش الا كتاكيت صغيره بس. يا نهار ازرق، ايه ده؟ كلهم ماتوا بسبب ان انا ما بجيب لهمش اكل خالص يعني، والله انا اللي قاصد بصراحه. وبعدين في كميه بيض هنا مش طبيعيه الصراحه. تعالوا برضو موريكوا كده جوه، نبص سوا نشوف البيض. بصوا قد ايه كميه بيض رهيبه هنا، وفي هنا برضو كميه رهيبه، وعندنا هنا بقى كميه ارهب. شوفوا قد ايه، المفروض ان احنا ناخد كل الحاجات ديت نبيعها. طيب كده للاسف هنروح بقى للست عشان نجيب من عندها فراخ. يا ريتني ما جيت هنا، مش هجيب اكل برضو بالمره بقى. واحنا هنا ناخد معانا مين؟ انا مش فاكر اسمه ايه. مشمش هو لسه عايش؟ انت لسه عايش. تعالى تعالى معلم، يلا 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 بينا. هنطلع من هنا ونروح بقى على الحديقه بتاعتنا. يا رب بس يكون محترم كده ويقدر يخش عندنا وما يتعبنيش يعني. طبعا دلوقتي الحصان ده بينط، يعني نقدر ننط على جوه على طول يعني. حطه في انهي بلوك؟ نحطه مثلا في البلوك كده. ثواني كده معلم، نط كده. ايوه كده، الله ينور. خش بقى هنا معلم كده. انت نزلتني بره؟ طب ليه؟ بص هيطلع هيطلع في مش طايق المكان ولا طايق وشي اصلا، انا سايبه بالي كتير. المفروض ان ده اول حصان اشتريته يا جدعان، حصان تعبان مله يعني. حط الحصان هنا بقى، بس من بالله عليك ما تنزلني بره يعني، انا هنزل في النص كده. ماشي اقفل يا معلم بسرعه كده. قفلنا الحمد لله. يلا بقى نطلع من هنا. لا انت هتحبسني جوه ولا ايه؟ طيب نطلع من هنا عادي. بص في ثانيه عايز يطلع. طيب كده فاضل لنا بس الفراخ، هناخد بقى العربيه بتاعتنا ونطلع على طول على الست عشان نشتري فرختين شمرت يكون شكلهم حلو كده. ايه ده، في خنزير طالع من هنا. دي خنزيره دي ولا ايه؟ طلعت هنا امتى؟ ايه ده يا معلم انت هربان؟ انت في حد مزعلك في الحظيره ولا ايه؟ ما علينا نسيبه كده، كده مش هيروح بعيد يعني عن المنطقه اللي هيرجعه تاني الحظيره الاكل. بصوا يا جدعان لما شلت الشجر اللي هنا بقيت بتحرك بسهوله جدا يعني لحد ما. بص الموضوع بقى سهل. طيب وصلت، خلونا نشتري فرختين. هنشتري الاول ديوك، ديك اسود من ده وديك ابيض، ونشتري كمان فرخه بلدي. بس كده للاسف هيخلفوا كتاكيت صغيره، وانا مش عايز كتاكيت صغيره في المكان خالص يعني. انتوا شايفين اللاج عامل ازاي في المنطقه. هنشتري الاثنين دول بس $500، ديوك غاليه جدا. المفروض ان ده بندق يا جدعان، عايز اجرب برضه اسميه. وعايزين نسمي الحصان نشوف كده هينفع ولا لا. طيب فاضل معانا الديك ده، المفروض ان انا كنت مسميه لوز. نحطهم مع بعض في مكان واحد عندنا في الحديقه كده. اتوقع حطينا كل الحيوانات، هيبقى فاضل لنا دب والتعالي طبعا عشان نروضهم ونجيبهم عندنا في الحديقة.
الحديقه ده حوار لوحده، بس كون ان هم بيجروا ورايا فدي الحاجه الوحيده اللي هتخلينا نعرف نجيبهم هنا يعني. ماشي وصلنا بالديوك، هنحط الديوك فين بقى؟ قصاد الحصان كده. هيتفضل معانا مكانين بالظبط اللي هو للثعلب وللدب. نحط الفراخ هنا، ممكن نقفل عليها عادي ونحط الديك ده هنا. وثواني بقى كده نشوف هنعرف نسميهم ولا لا. الحصان اقدر اسميه، حلو. مش طب الفراخ بقى اكيد مش عارف اسمي الفراخ. ده ينفع اسمي الفراخ كمان بندق؟ والله ينفع، تصدقوا الاسم ظهر. طيب الاسم ظهر والله العظيم، ده اي حاجه اقدر اسميها هنا. لوز. طيب دلوقتي خلاص سمينا كله، نطلع بس العربيه دي من هنا عشان هنبتدي نحط الاسامي. ثواني كده، انا كنت عايز اعمل حاجه بقى مهمه جدا. عايزين نعمل يافطه صغيره بمناسبه الافتتاح، وطبعا بمناسبه الافتتاح اول يوم فري. ايه ده؟ ده مش باين حاجه خالص. ايه ده يا معلم؟ ده بمناسبه اول يوم ببلاش يعني. هنا لسه ما حطناش حاجه، تعالوا نسمي دي. هنا هنكتب، انا اخترت في اليافطه دي اللون الابيض. اللون الابيض مش حلو، مش باين فيه الاسم يعني، فمش مهم بقى نكتب مش ماشي. طب نغير لونها بعدين يعني. عندنا هنا الفراخ، هنكتب احلى فراخ، وهنكتب هنا رشيده اللذيذه، وهنا نكتب مين. هنا موجود عندنا مين؟ هنا الخنزير، خنزير معفن. طبعا انتوا مش شايفين حاجه دلوقتي يعني. وعندنا هنا سعديه العسليه. وعندنا هنا مين؟ تفيده خلفت اهي، جابت لنا بيبي صغير. الاكل بس اهم حاجه، محتاجه تاكل وتشرب ضروري. طيب هنا هنكتب تفيده الجميله. تفيده الجميله، الله على المسميات. احنا كده عملنا الحمد لله الحديقه بتاعتنا، فاضل بس المكانين دول. المفروض ان في مكان هيكون للثعلب ومكان هيكون للدب. ان شاء الله الحلقه الجايه نبقى نروضهم ونجيبهم عندنا هنا في الحديقه. وطبعا لسه محتاج ان انا احط الاكل والشرب عشان ما يموتوش، وان شاء الله الحقهم باذن الله مش هيموتوا يعني. تعال بقى نبص على الحديقه دي من فوق، نشوف شكلها عامل ازاي. الله. طبعا اللي حابب يتفرج على الحديقه من هنا ويتفرج على تفيده وسعديه ورشيده يقدر يطلع هنا كده يتفرج براحته خالص بدل ما يقرب منهم يعني. وهستنى طبعا تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي برده اقتراحاتكم في الالوان. عايزين نغير الالوان دي لان انا حاسس ان هي مش مظبوطه قوي على الحوار اللي احنا عاملينه ده. وبس كده ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل ونحاول نجيب الثعلب والدب باذن الله. فيا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، واشوفكم على خير في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم.